ميس ستيل اللي هو المكان اللي هو الشخصية بتحطها فيه وبتتحرك، أو حتى لو هنعمل كرتون بتكون بتتحرك فيه. ممتاز، برافو عليك. طيب يا شباب معلش هنزل ايديكم دلوقتي علشان نكمل الاول. محمد حشمت، نعم يا مس. قولي حبيبي كنت عايز تقول ايه؟ ايه؟ كنت لو عايز اجاوب على الستيج اللي هو اوكي المكان اللي فيه الشخصيات ونقدر نحركهم منها، ونعمل لعبة زي كده. ممتاز يا محمد. عايزة بس ناخد بالنا جانا وجودي وإياد إن انتوا لسه ما جاوبتوش خالص، فكده أنا ممكن وانتوا قاعدين أسألكم كده مرة واحدة. بس خلينا الأول نكمل كده، كلنا عارفين يعني إيه ستيج، وكلنا عارفين يعني إيه سبرايت، وعارفين إزاي بنضيف سبرايت أو بنمسح سبرايت. أيوة عارفين. أيوة أوكي، برافو عليكم. طيب بس هنيجي كده تعرف دلوقتي، تسوي في حاجة مش مفهومة؟ لا يمس. اوكي، اللي فيه حاجة مش فاهمها وتلقائي بيرفع ايده ويسأل، يعني بلاش مثلا ان احنا ننادي حد يجاوب لنا وهي دي كان الناس بتقول ايه، لان كده انت هتفوت عليك نقط على مثلا ما حد يرد عليك، انما احنا في السيشن بترفع ايدك وانا برد عليك فورا. طيب بالنسبة، طيب احنا دلوقتي الستيج بتاعتنا شوية نقدر نقول ان هي مش لايقة على الشخصيات، يعني هو الدب والحمام ما بيكونوا كده موجودين في الهواء؟ لا اكيد لا لا مش منطقي. فانا عايزه اغير لهم الخلفيه اللي هم واقفين فيها، خلفيه الستيج بتاعتهم. بعملها ازاي دي؟ باجي تحت عند علامه الصوره، تلاقي تحت كده هنا علامه صوره، بضغط عليها، ببدا بقى عمليه الديسكفري ان انا ادور ايه هنا مناسب ليا للسبرايت بتاعتي. يعني السبرايتس عندي حيوانات، ايه اكتر حاجة ممكن تكون مناسبة لشكل الحيوانات بتاعتي؟ فببدأ ان انا انزل وادور على اكتر حاجة ممكن تكون مناسبة، زي غابة مثلا زي هنا كده، لا او حتى الغابة دي حتى هي اسمها فورست، او ممكن ان انا مس ادور هنا في هي السيرش. بنرفع ايدينا الاول. نعم يا محمد. مس هو احنا ممكن نختار اللعب عشان تبقى مناسبة للاتنين. ماشي حلو، ده اخترنا هنا الفورست. او ممكن انا كنت عايزة اوريكم كمان ان انا ممكن اعمل سيرش هنا، بصوا هنا في علامة سيرش او بحث، واكتب فيها الحاجة اللي انا شايفاها مناسبة. شايفة مثلا اكتر حاجة مناسبة هي الفورست، الغابة، فجاب لي فورست اللي هي اللي محمد هاشم اختارها، وجاب لي جونجل يعني غابة برضو، يعني بيجيب لي الحاجات القريبة كمان في المعنى، جاب لي وينتر لان هي فيها شكل الغابه شويه ولكن ان وينتر، وجاب لي وودز اللي هي برضو معناها غابه. ده معناه ان برنامج سكراتش از ان انتليجنت بروجرام يقدر يجيب لك المرادفات بتاعت الكلمه. طبعا خلاص احنا اخترنا زي ما محمد قال حاجه بتكون مناسبه للاثنين ومناسبه كمان في الالوان بتاعتها. الشكل ده افضل ولا لما كنا سايبين السبرايتس عايمه في الهواء؟ الشكل ده أفضل. اوكي، في ناس كده بقى ما جاوبتش معايا خالص، فممكن ناخد معانا. افتحي المايك يا جانا. لا ماشي يا جانا، لا ده الباقيين شكل. بيقفلوا المايك لما بنده على حد، الباقي كله بيكون قافل المايك بتاعه. بصي يا جانا، مين احسن لو انا خليت السبرايت اللي اسمه حمامة ده او دوف هنا جنب البير عشان يكونوا جنب بعض، ولا الافضل لما انا كنت عاملاه فوق هنا؟ انت ايه رايك؟ أفضل لو كنت عاملها فوق، قولي لي ليه يا جنى؟ عشان الطائر بيبقى طاير في الهواء، أما ما ايه بيبقاش الشطاره دي؟ نازل كده. ممتازه يا جنى، انت عندك كام سنه؟ ايه اوكي يا جوز. طيب دلوقتي زي ما جانا قالت كده، هو الأحسن إنه يكون فوق. طب لو أنا عملته تحت هيقول لي لأ؟ لأ طبعا، هو مش هيديني أي اعتراض، فبالتالي أنا لازم أشغل دماغي وأشوف إيه المكان المناسب لكل سبرايت عندي في الستيج. يعني ينفع مثلا إني أنا أخلي الدب ده هنا كده فوق؟
واقف هنا. طب لا هو لا كده واقف على ايه؟ مش واقف على حاجه، وده مش منطقي. يبقى انا لازم وانا بكون جيم كارتون فيديو لازم انا اللي اشغل دماغي احط السبرايت فين عشان حتى اخلي الشكل كويس، وكمان علشان السبرايت بتاعتي تدي معنى. Do you have any questions؟ اوكي اتفضلي يا لؤلؤة. تيتشر، انا لو عايزه الحاجات دي مثلا تتحرك بحركها ازاي؟ ده على مدار السيشنز، يعني كل سيشن هناخد حاجة نحرك بيها. بس أنا هوريكي بما إنك سألتي، علشان ما تبقيش سألتي كده على الفاضي. بشد من هنا الحاجة اللي أنا عايزاها، هنا مثلا موف، بشد من هنا كلمة موف وأضغط عليه. بصي الدب بيعمل إيه يا لؤلؤة؟ بيتحرك 10 steps 10 steps وهكذا. طبعا هتيجي تقولي لي طب وأنا مثلا بعمل لعبة كل شويه بضغط تك 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 تك، اكيد لا. فهنتعلم على مدار السيشنز ازاي اخليه يتحرك لوحده، وازاي اخليه انا اللي بحركه جوه الجيم. ده كله هنتعلمه مع بعض. بس طبعا جود كويستشن، لان انا مش بعمل ايمج النهارده، بس اللي احنا هنكون بنعمل ايمج، يعني بنعمل صوره، بعمل صوره فيها شويه سبرايتس وفيها باك جراوند. بعد كده هنبدا نتعلم ازاي نخلي الصوره دي تتحرك، ازاي نخليها ليها معنى او بتدي فكرة معينة. يلا نكمل. طبعا انا عايزة اقول لكم حاجة، بما ان في ناس النهاردة سألت وفي ناس ما سألتش، في ناس جاوبت معايا وناس ما جاوبتش، اكتر ناس بتستفاد في الفاشن هي الناس اللي بتشارك، سواء المشاركة بتاعتهم دي بالاسئلة او بالاجابات. فعموما طول ما انت بتشارك انت نفسك بتكون مستوعب اكتر، لان انت مركز في كل كلمة عشان تسأل وتجاوب، في نفس الوقت زمايلك كمان بيستفادوا من اسئلتك. آه نعم يا اياد. اياد ماشي، عايزة أذاكر أنا عملت. ثواني بس يا اياد. آه دلوقتي طبعا احنا خلصنا الفاشن بتاعتنا، ده اللي احنا هناخده النهارده. هيتبعت على الجروب homework او task تعملوها بالظبط. ولكن قبل ما نخرج، عشان في ناس النهارده كده ما جاوبتش حاجه خالص، فلازم اني انا اسالهم عشان اشوف كانوا مركزين معايا ولا لا. فعايزه في الاول اسال اياد. اياد ماما ماشي. قول لي يا اياد، لو انا عايزه امسح الدب من الصوره بعمل ايه؟ عارفة المربع ده في باسكت بندوس عليه في الشطارة دي ايه؟ طب ما انت شاطر اهو، مش بترضى ترفع ايدك ليه؟ طيب عايزة جودي، في هنا بنوتة اسمها جودي، افتحي المايك يا كوكي. جودي افتحي المايك. اوكي قولي لي يا جودي، انت سامعاني الاول؟ ماشي حبيبي. قولي لي ازاي ان انا ازود سبرايت على الشكل او على الستيج، ازاي بزود سبرايت؟ اه قولي لي ازاي ازود سبرايت. بتكبري. لا ازود سبرايت، يعني انا مثلا عايزه اضيف قطه، يعني انا هنا حاطه دب وحمامه، عايزه اضيف كمان قطه، بعملها ازاي؟ انتي معايا يا جودي؟ لا بصي تاني للشاشه، بصي تاني للشاشه. قولي لي اختار ايه لو انا عايزه اضيف سبرايت. لا ركزي. طب انا عايزه اسالك يعني ايه اصلا سبرايت؟ قولي لي يعني ايه سبرايت. ممكن بس الاول نقعد عدل الاول في السيشن يا جودي، ممكن نقعد عدل عشان احنا في سيشن. اوكي
اوكي لا دي مش قاعدة عدل، اقعدي عدل. ايوه كده برافو عليكي. قولي لي يعني ايه سبرايت؟ مش طيب ماشي يا كوكي. بصي بس انا هطلب منك طلب بعد كده، لما يكون في حاجة احنا بنقولها وانتي مش عارفاها او مش فاهماها لازم تقولي لي في وقتها، انا مش عارفة انتوا بتقولوا ايه. اتفقنا؟ اوكي. بصي يا جوجو، السبرايت هو الشخصية اللي قدامي على الشاشة، زي مثلا الدب، الدب ده سبرايت. الحمامة، الحمامة دي سبرايت. طب ازاي؟ طب انا بكلمك يا جودي، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ لو انا عايزه اضيف سبرايت جديد بضغط تحت على تشوز ا سبرايت من القطه دي وبضيف اللي انا عايزه. بعد اذنك يا جودي بعد كده تركزي معايا في السيشن. طيب يا شباب دلوقتي ننزل ايدنا معلش. الناس اللي معاها دلوقتي البرنامج عايزاكم تعملوا نفس اللي انا عملته بالظبط، هتضيفوا الباك جراوند بتاعت الغابه وجواها التو سبرايتس دول دلوقتي، وهستلمها منكم برضو دلوقتي. اللي يخلص يرفع ايده. الناس ما تكسلش، الناس ما تكسلش، اللي مطلوب يتعمل عشان ده عليه درجات. هنعمل ايه؟ هنعمل هنعمل نفس ايه؟ اللي انا كنت عاملاه على السكرين دلوقتي، غابه وجواها دب وحمامه. أوريها لكم مرة كمان، أوريها لكم مرة كمان. غابة لسه هي انا بقولك اللي احنا عملناه لو انت تمام. عايزة تعمله زي اللي أنا عملته بالظبط. انا عملت ماشي ثانية واحدة مس بس يا طب شباب. هو ما يعني مس هو يلا عمل نفس اللي حضرتك عملتيه، بس هو المختلف الخلفية، حاطط خلفية غير. لا أنا عايزة نفس الحاجة بالظبط. ثواني يا شباب، يلا اللي خلص بيرفع هيا مس إيده. ثواني يا شباب، واحد واحد علشان ما نعملش كومبلكشن. واحد واحد بس اللي بيتكلم. محمد حشمت هي مس عملتها. ايوه يا مس. خلصت؟ لا اصلا قول. التطبيق مش راضي يتحمل عندي اصلا، انا جهاز تاني انت كنت قلت لي ان انت هتحمل فمصطفى بعد السيشن صح؟ هيعمله بعد كده، انا هستخدم الجهاز بتاعه. مفيش اي مشكلة. طب خلاص نزل ايدك لحد لما هو تخلص. مصطفى هيعمل. يا مس انا عملتها يا مس. ثواني حبيبي لما اقول لك دورك. مصطفى نعم مس. مس طيب لو انا ما عنديش شخصية الحمامة دي طيب اعمل ايه؟ لا هي مش هتلاقيها لاقيها. موجوده، وريني كده، نادي الحيوان. اقلب الشاشه اوكي او لحظة اعمل سكرين شير. لحظة. شير سكرين. شير هاي مس. افتح السبرايتس، انزل انزل، ما تضغط كده على انيمالز علشان نسرع الموضوع شوية. اهي الحمامة اهي اصلا، يعني انا شفتها من دلوقتي. استنى ما تنزلش، اهي كانت وانا مش شايفة لحظة، انزل شوية كمان. خليني بس اشيل دي ماشي انيمالز. اهو لقيت خلاص بس خلاص اوكي، يلا اقفل خلاص الشير بقى لحد ما تخلصها وافتح تاني. تمام. نعم اوكي لحظة بس لحظة ماشي خش انا على زوم. مخلصاها. طيب اياد ليش يلا يا اياد اعمل شير. خلاص اياد انا شفت اصلا. اوكي بص يا اياد انت كده خلاص سلمت، فانت تقدر تخرج من الميتنج. اوكي عايز تكمل يعني عايز تفضل قاعد مفيش مشكلة، عايز تخرج مفيش مشكلة، انت كده خلصت. اريج اريج ممكن بس توضحي الكاميرا لانها مش أنا جايبة خلاص الشاشة كلها. اوكي يا اريج برافو عليكي، نفس الكلام عايزة تخرجي من الميتنج مفيش مشكلة. لين ماشي برافو عليكي يا لين، كده خلاص يا لين انا استلمت منك. لؤلؤة يا مس يعني هو ده الهوم وورك؟ لا لا لسه الهوم ورك هيتبعت، ده كده تاسك جوه الحصة، الهوم ورك بيتبعت يا جماعة بعد الحصة. لؤلؤة برافو عليكي، وياسين برضو برافو. خلاص يا ياسين ولؤلؤة انا شفته، ولين برضو خلاص شفته.
مصطفى انت خلصت؟ عادي امشي. ايوه ايوه اللي يا مش كويس عادي خلصت اللي يخرج، اللي خلص بس اللي يخرج يعني. لسه، انما انا الكلام ده خلصته. ماشي كده خلصت. ياسين ايوه اوكي ناس نعم يا ناس نعم مش انا عادي خلصته اهو اخرج ماشي عادي اخرج. يا ناس. ايوه يا ياسين عادي تخرج. مصطفى برافو عليك كده، مصطفى عادي تخرج. ناس لحظة الطبخ كده وريني يا كوكي جايلك ايه، وريني يا جانا جايلك ايه. أوريك إزاي؟ اقلبي الكاميرا على اللابتوب، انتي فاتحة اصلا الميتنج من اللاب؟ مش فاتحة لابتوب. امال فاتحة من التليفون؟ لا محتاجين يا كوكي نحمل البرنامج على اللابتوب، والمرة الجاية نشوف سوا التاسك. اوكي اتفقنا يا جانا؟ اوكي باي باي يا جانا. جودي باي. باي. جودي انتي عملتي التاسك؟ جودي طيب ترتيل، انتي ما رفعتيش ايدك بس انا شايفة على السكرين يعني، فبرافو عليكي ممكن تخرجي عادي. عبد العزيز خلصت؟ لا ماشي مش بس لسه بعمل. ماشي. يس يس جودي انتي ما ينفعش تاني تسيبي السيشن. ممكن توريني التاسك ولا ما عملتيهاش؟ بصراحة انا مش راضي اعمل مش راضي كده، يتحمل. ناس انا مش عارفة، انا مش راضي يتحمل، مش عارفة، نفس مش اللي انا قلته راضي. لجانا، انا هو مش هنحاول نحمله على اللابتوب. اسمعيني يا جودي، هنحاول ان احنا نحمله على اللابتوب، والسيشن اللي جاي بإذن الله نشوف التاسك. اتفقنا؟ يلا باي باي يا جودي. محمد حشمت محمد حشمت ممكن انا بس خلصت انا كله عملته مثلا، وريني. دخلت من الفيديو الثاني وعملته. وريني طيب اعمل شير سكرين. هو ظاهر ظاهر برافو عليك شاطر يا محمد كده تقدر تخرج عادي. باي. باي. عبد العزيز تمام اعمل شير سكرين يا عبد العزيز. مش هعمله وابعته لحضرتك على الجروب. اعمل بس شير سكرين. سمعتني؟ عبد العزيز بس اعمل بس الخلفية. ماشي اعمل شير سكرين وكمل عادي يعني، كمل عادي اللي انت بتعمله قدامي. ماشي ماشي عادي بير. بير هات الصورة. بول هلا ايه بص افضل اتك افضل اتك ايه انت
ما عملتش شير سكرين على فكرة يا عبد العزيز. بعتها لحضرتك دي واحدة، بس هو بيعملوا نزلت البتاع على الموبايل اه مش عاطيني صور، عاطيني بس حروف بالانجلش ما انا اه عشان كده قلنا هنكمل على اللابتوب، لان مش بيظهر نفس الحاجة على التليفون. كده. انا بعت لحضرتك، بس انا بعت لحضرتك اهو، وهنكمل على اللابتوب ان شاء الله. ماشي مفيش مشكلة، تمام، يعني بس اشوفها. هل شفتوها اوكي انا عايزة باك جراوند على برضه يا عبد الجروب؟ العزيز. هتضغط على علامة الصورة دي عشان ماشي، تعمل مش باك هنزلها جراوند. دلوقتي على، انا نزلت بس على الموبايل، بس ماشي حبيبتي. هو على الموبايل يا مس بيديني حروف، مش بيديني صور. اه اوكي هو تلاقيه بس عشان على التليفون. اوكي ماشي، ممكن عادي ان انتوا تعملوها على اللابتوب وبعدين تبقوا تبعتوها. هبعت برضو الفايل اللي فيه التاسك عشان نبقى نسلمها قبل المرة الجاية. اوكي خلاص، مع حضرتك، اتفضل. اوكي مع السلامة.